منحييكم من منصة صدى الأرز بحلقة جديدة من تعليق على الحدث. بها الحلقة رح نحكي عن موضوع مرتبط بالأحداث اللي عم بتصير، غير مرتبط مباشرة يمكن بالأحداث اللي عم بتصير، إنما مرتبط بهيدي الأحداث يلي عم بتصير وبأحداث ماضية حصلت بلبنان. هالموضوع هو موضوع التأثير الدائم للأحداث في المحيط، في محيطنا في الشرق الأوسط وفي المحيط العربي، التأثير المستمر والمؤذي في الكثير من الأحيان على الداخل اللبناني، ارتباط المجموعات اللبنانية بامتدادات أخرى لها خارج الحدود اللبنانية. رح نحكي عن تأثير الأحداث التي جرت وتجري بمنطقة الشرق الأوسط وبالمحيط العربي وبالمحيط الإسلامي على النسيج الاجتماعي اللبناني، على الأوضاع الاجتماعية بلبنان، على أوضاع المكونات اللبنانية والطوائف اللبنانية، مواقف الطوائف اللبنانية من هالأحداث، إن كان أحداث غزة الأخيرة أو الأحداث التي حصلت منذ سنوات وسنوات بهالمنطقة، يمكن من أيام جمال عبد الناصر ومرورا بالانتفاضة الفلسطينية، الثورة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية وكل ما حدث إلى الحرب السورية وغيرها وغيرها، كل الأحداث اللي صارت بمنطقة الشرق الأوسط ويلي أدت إلى ما أدت إليه. بس ببداية حلقتنا ولما نفهم غلط، نحن مش عم نحكي عن الناس العاديين، عن المجتمع، عن المجتمعات والبيئات والأشخاص والناس العاديين، نحن عم نحكي عن طبقة سياسية أو انتليجانسيا بمطرح من المطارح، أو يعني مثقفين وناس كانوا فاعلين بالحياة السياسية بمجتمعهم، بالحياة الاجتماعية، بالحياة العامة بمجتمعهم. هودي الناس اللي كانوا تاريخيا هني أشخاص مقررين بمجتمعهم، كانوا ياخذوا القرار عن مجتمعهم، كانوا هيك مثل اي مجتمع تاني، يعني بيكون في اشخاص بتمثل هالمجتمع. نحن عم نحكي عن هودي الناس مش عن الناس العاديين، لانه مش بالضرورة انه كل الناس العاديين يكونوا عم يفكروا بنفس الطريقة او يكونوا موافقين على التصرفات يلي صارت من هالقيادات بمختلف الطوائف اللبنانية. تنفهم مزبوط ليش هالتأثير الدائم بلبنان، ليش هالتأثير للأحداث الكبرى بمحيطنا الدائم على لبنان، لازم نرجع بالماضي إذا بتكون لنشوء الكيان اللبناني للعشرينات، يعني بفترة العشرينات، ورح نمرق عليها سريعا لأنه أكيد مش وقت تفصيله بحلقتنا اليوم. بالعشرينات، مرحلة العشرينات لما بلش يصير فيه حديث عن إنشاء كيان لبناني ساهم فيه بشكل أساسي المواريني والبطريركية المارونية بالتعاون مع فرنسا، طبعا دولة الانتداب الفرنسي، كان هنالك فئة لبنانية لم تؤمن بهذا الكيان اللبناني، وكانت هذه الفئة مأخوذة بوقتها بحلم الدولة العربية. إذن بوقتها كان في هيك حلم الدولة العربية الواحدة، الدولة ذات الطابع الديني السني بوقتها، وهذا مش اتهام، هذا حق يمكن لهالأشخاص. وهذا الحلم كمان ترجم بلبنان عند الفئة الإسلامية بلبنان يلي رفضت الكيان اللبناني، يلي بيعرفوا عن مؤتمرات الساحل اللي حصلت بوقتها، رفضوا الكيان اللبناني معظم الشخصيات الإسلامية وطالبوا بضم مدن الساحل إلى سوريا، إلى الدولة السورية أو الدولة العربية الكبرى، واعتبروا أنه هذه المدن سلخت عن محيطها الطبيعي وأعطيت إلى كيان آخر. وكمان يلي بيراجع التاريخ بيعرف هيدي الحقيقة، في مقررات بالنهاية بوقتها هيدي المقررات حكيت بهالاتجاه. إذن المشكلة الأساسية هون، المشكلة الأساسية أنه في فئات اعتبرت نفسها أنها أجبرت على الدخول إلى هذا الكيان الوليد، وهي لم تكن تؤمن بهذا الكيان، هي كانت تؤمن بأمور أخرى. دخلت إلى هذا الكيان رغم عدم موافقتها عليه، ومن وقتها بلشت هالمشاكل. ليش بلشت هالمشاكل؟ هيدي المشاكل بلشت لأنه حصل تناقض بين الفكر القومي والانتماء القومي والديني لهذه المجموعات، ويلي هي بتعتبر حالها امتداد طبيعي للمجتمعات الأخرى بمحيطنا، ويمكن معها هي امتداد طبيعي للمجتمعات الأخرى بمحيطنا، وبين الفكرة اللبنانية، فكرة الوطن اللبناني الذي بمكان معين يفصل بأمور معينة بين هويتها الكبرى القومية وهويتها الوطنية. ومن هون بلش صراع، يعني هني يمكن هودي الجماعة صار في ضياع عندهم بين الانتماء الأساسي الطبيعي
لا محيط الأوسع لمحيط الدين الأوسع والقوم الأوسع، وبين الانتماء لفكرة وطن وليد ما بيعرفوا شيء عنه، يعني صار في تناقض. هيدا التناقض يلي صار بوقتها هو يلي بالأساس ولد وجر كل المشاكل يلي أو جعل كل المشاكل التي حصلت بمنطقة الشرق الأوسط وبالمنطقة العربية المحيطة تفعل فعلا بلبنان ويكون عندها التأثير الكبير بلبنان، لسبب وحيد أنه لبنان كان بلد ديمقراطي وبلد في حريات، بتقدر المجموعات اللبنانية تعبر عن رأيها بهالبلد، مش مثل بقية أو مش مثل كتير من البلدان المحيطة يلي انحكمت بطريقة عسكرية وديكتاتورية وما نسمح للشعوب داخلها تعبر عن أراءها وعن أفكارها. بلبنان هيدي المجتمعات كل عمرها كانت قادرة تعبر عن أراءها وعن أفكارها وعن انتمائها وعن وعن وعن. لها السبب شفنا هالتعبير أخذ أشكال مختلفة بمراحل مختلفة من ثورة 58 لأحداث الستينات وصولا إلى انفجار الحرب الأهلية بلبنان. كل هودي يلي بيرجع كل ما تطلع فكرة عربية، كل ما تطلع فكرة يمكن يعطى لها بعد قومي وبعد غير ديني بالشكل، إنما بالمضمون هي فكرة دينية. آخر شيء الانتماء هو للدين وليس للقومية التي يقولون عنها، وكمان هيدي بدها شرح طويل. من هون منقدر نشوف التأثير الكبير خاصة بموضوع القضية الفلسطينية، ورح نحدد المشكلة بلبنان. كل الناس مع القضية الفلسطينية، وأساسا كل عاقل في هذا العالم هو مع القضية الفلسطينية. بالنهاية القضية الفلسطينية هي قضية شعب قبع من أرضه وجابوا شعب تاني أعطوه هذه الأرض. يعني ما في إنسان طبيعي بهالدنيا ما بيقدر يكون مع القضية الفلسطينية، وما في إنسان طبيعي بهالدنيا ومتزن إلا لازم يكون مع قضية حق مثل القضية الفلسطينية، ومثل أي قضية أخرى مثل قضية الشعب الكردي يلي بحق لهم كأكراد. بالنهاية كمان بحق لهم بكيان، هودي شعب موجود وعندهم أراضي تاريخية ولازم يأخذوا كيان. بلبنان تنرجع لموضوعنا، القضية الفلسطينية ولا مرة كانت عن جد بالفعل، يعني ولا مرة كانت موضع خلاف. البعض جعل هذه القضية موضع خلاف لأسباب أخرى رح نحكي عنها. رح نحكي عن موضوع القضية الفلسطينية والمجموعات اللبنانية يلي اختلفت بين بعض على القضية الفلسطينية وعلى كل القضايا الأخرى يلي بتشبه القضية الفلسطينية، القضايا التي تسمى قضايا قومية في العالم العربي. شو الفرق بين اللبنانيين يلي بيأيدوا القضية الفلسطينية كلهم، ولكن كل مجموعة بلبنان بتأيد القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة؟ الفرق أنه بعض المجموعات بلبنان لديها ارتباط عضوي، لديها ارتباط ديني في القضية الفلسطينية، هي مع القضية الفلسطينية من منطلق ديني ومن منطلق مذهبي، مش من أي منطلق آخر. قد ما نحكي شعارات وقد ما نقول وقد ما نشيل وقد ما نحط، بالنهاية وبالعمق كرمال كمان ما حدا يضحك على حاله، بعض المجموعات بلبنان لديها ارتباط ديني في القضية الفلسطينية، وكل ما يحركها بالنسبة للقضية الفلسطينية هو الموضوع الديني، وهذا حقهم، هذا مش اتهام. بالنهاية ما حدا في يطلع من دينه، ما حدا في يطلع من قناعاته، ما حدا في يطلع من بيئته ومن مجتمعه. نحن مش عم نتهمهم ومش عم ندينهم، عم نوصف الحالة. بالحالة هيدي، بتوصيف الحالة هيدي، في مجموعات لبنانية طائفية لديها ارتباط عضوي وديني ومذهبي بالقضية الفلسطينية، بعكس مجموعات أخرى متعاطفة أيضا مع القضية الفلسطينية، ولكن حدود تعاطفها مع القضية الفلسطينية يقف عند مصلحة الكيان اللبناني، عند مصلحة الوطن الذي تنتمي إليه. ورح نشرح الموضوع. بلبنان لما أنشئ الكيان اللبناني، كمان تنحكي بصراحة وكمان تما نكذب على بعضنا، لأنه بلبنان تعودنا نكذب على بعضنا وتعودنا ما نقول الحقيقة وما نحكي الأشياء بصراحة مثل ما هي. بالأساس هذا الكيان اللبناني تعب الموارني وناضل والمسيحيين بشكل عام لأنشائه، لأنه بهذه البقعة من العالم ما في ولا أي مطرح تاني يقدر يعيشوا فيه المسيحيين قناعات بحرية تامة ويحصلوا على حقوق سياسية بالدولة وبغير الدولة إلا هالكيان. هني أنشأوا هيدا الكيان تعيشوا هيك فيه، هني أنشأوا هيدا الكيان بالأساس ليحصلوا على حقوق هني بيعرفوا، كل العالم بيعرف إنه إذا مش ممنوع عليهم ما بيقدروا يحصلوا عليها،
بدول محيطة كتير. يمكن اليوم بلشت تتغير صورة بكتير بلدين وبدها تاخد وقت أكتر ورح تاخد وقت أكتر لتتغير. إنما بهيديك المرحلة وبعدها لليوم ما في بلد قدروا يحصروا فيه المسيحيين على حقوق مثل الحقوق يلي حصلوا عليها بلبنان. لهالسبب بالأساس أنشئ الكيان اللبناني. لهالسبب بالأساس الموارني والمسيحيين سعوا إلى إنشاء هذا الكيان اللبناني. يعني هذا السبب الأساسي والحقيقي والمباشر لإنشاء الكيان اللبناني. السبب المباشر لإنشاء الكيان اللبناني كان أن يحصل المسيحيون والموارني على كيان يعيشون فيه بحرية مع الآخرين، يحصلون على حقوق مع الآخرين، مش حقوق حصرية إلهم هني والباقيين ما يحصلوا على حقوق، والكل حصلوا على حقوق والكل عايشوا بحرية بلبنان بعكس الروايات اللي بيحكوا عنها كلهم. ونحن بنعرف مرحلة الازدهار بلبنان، المرحلة اللي وصل فيها الكيان اللبناني، مرحلة المارونية السياسية يلي وصل فيها الكيان اللبناني إلى أماكن متقدمة جدا في العالم بعكس ما يحصل اليوم. إذن بالأساس أنشئ الكيان اللبناني لهالسبب، لأنه هودي المسيحيين ما عندهم مكان تاني بهالشرق الأوسط وبهالعالم العربي يعيشوا فيه بحرية إلا لبنان. لهالسبب أنشئ هذا الكيان، لهالسبب استمر هذا الكيان لليوم، ولهالسبب وقت حدا بيطلع بيقلكم أنه إيه مزبوط نحن لازم نحافظ على المسيحيين لأنه لبنان ما قالوا قيمة من دون المسيحيين، لبنان ما قالوا قيمة من دون ما يحصلوا المسيحيين على حقوق فيه، مش مجرد وجود بيولوجي فيه مثل ما موجودين بكتير أماكن أخرى بمحيطنا. الحقيقة أنه المسيحيين يجب أن يحصلوا دائما على الحقوق يلي حصلوا عليها بلبنان تاريخيا ليكون له معنى هيدا البلد. إذا ما حصلوا على هيدا الحقوق، إذا جيت أنت شلحتهم هيدي الحقوق خلص بيصيروا عايشين بيولوجيا مثل ما عايشين المسيحيين بكل أو بأغلب البلدان المحيطة حوالينا. أهمية المسيحيين بحقوقهم بلبنان، بتمثيلهم بالسلطة، بتمثيلهم بالدولة، بتمثيلهم بالإدارات، مش بوجودهم البيولوجي، لأنه إذا صاروا موجودين هيك ما بيقعدوا يفرقوا عن المسيحيين الآخرين بمنطقة الشرق الأوسط بالمحيط يلي حوالينا. بس نحن خرجنا عن موضوعنا، لنرجع على الموضوع. المسيحيين مع القضية الفلسطينية من منطلق إنساني ومن منطلق إذا في عروبي خارج الدين، من منطلق عروبي معين، مع أنه كمان على بشكل يكون في عروبي خارج الدين وهذا نقاش آخر. إذن المسيحيين ليسوا مع القضية الفلسطينية من منطلق ديني ولا يحركهم الدين في القضية الفلسطينية، هم مع القضية الفلسطينية من منطلق إنساني، من منطلق أن قضية حق، والمسيحيين يجب أن يكونوا دائما مع الحق ويقفوا مع الحق. من هالمنطلق هني مع القضية الفلسطينية، ومن هالمنطلق أيضا يلي بيحركهم بموضوع القضية الفلسطينية أو الحدود التي يتوقفون عندها هي حدود المصلحة اللبنانية، لأنه الكيان اللبناني بالنسبة لهم وهيك لازم يكون هو أهم من أي قضية أخرى. نهار يلي بدها تتضارب المصالح بين القضية الفلسطينية وبين أي قضية قومية أخرى وبين مصالح الكيان اللبناني، على الأكيد المسيحيين رح يختاروا الكيان اللبناني، بينما فئات ومجموعات أخرى دائما القضايا القومية تأتي بالدرجة الأولى عندها، تأتي بالمرحلة الأولى عندها، ومن بعدها يأتي لبنان. هذا أصلا إذا كان موجود هذا البلد بسلم الأولويات بالنسبة لها. التناقض هون، المشكلة هون، المشكلة الحقيقية هون، المشكلة الحقيقية أنه في مجموعات لبنانية فضلت مصلحة منظمة التحرير بالماضي على المصلحة اللبنانية، فضلت مصلحة الناصريين وجمال عبد الناصر بمرحلة من المراحل وقتها دغدغلوا مشاعرهم بموضوع الوحدات العربية والدولة العربية وهالأحلام الكبرى على المصلحة اللبنانية وعلى الكيان اللبناني، لأن بالأساس رفضت هذا الكيان وأجبرت على أن تكون جزء من هذا الكيان. وهون كان الخطأ الكبير، الخطأ الحقيقي هون، أنه أنت اليوم ما فيك تجيب مجموعات لا تؤمن بشيء معين وتفرض عليها أن تكون جزء من هذا الشيء. هون المشكلة الحقيقية، أنت بالأساس كان لازم تنقي، يا بتضلك بلبنان التاريخي، جبل لبنان التاريخي، بتعمل كيان حر وديمقراطي ومتنوع، يا أنه إذا بدك تتوسع أكتر مفروض يكون في قبول من المجموعات اللي موجودة بهالأماكن الأخرى. إذا ما كان في قبول من هالمجموعات لها الفكرة، لفكرة هالوطن، كان مفروض يبقى لبنان الصغير، ما نكبر لبنان، ما نعمل لبنان الكبير، ما نضم عليه مدن الساحل والبقاع وإلى آخره، كان مفروض نبقى بجبل لبنان يلي كان في شبه تجانس، لأنه جبل لبنان بالأساس كان مؤلف من مكونين أساسيين هني أنشأوا لبنان بالأساس، هني الدروز والموارني. يعني
فكان في تجانس رغم الخلافات والصراعات التاريخية بين بعضهم، بس على الأقل كان في اتفاق نهائي على فكرة هذا الكيان وهذا الوطن يلي بيأمن لهم حقوق لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في المحيط يلي نحن موجودين فيه للأسف. المشكلة بلشت هون، المشكلة بلشت نهار يلي أنت كنت عارف أو أباء الكيان أو يلي أسسوا الكيان أو يلي اشتغلوا على هالموضوع بوقتها كانوا عارفين أنه في رفض كلي ومطلق ومن منطلق قومي وديني ومذهبي وإلى آخره لهالكيان، وبرضه كملوا بفكرتهم وضموا مدن الساحل وأجبروا لو بطريقة غير مباشرة مجموعات أخرى أن تجي على لبنان وتنضم لألو الدين بالولاء لكيان هي أصلا ما آمنت فيه. من هون نحن ما بنقدر كتير نلوم هيدي المجموعات، هيدي المجموعات كانت منسجمة وبعدها منسجمة مع قناعاتها، ومن هون لازم نفهم ليش دايما بفضلوا القضايا القومية أو بتكون بالترتيب وبالأولويات دائما تأتي القضايا القومية قبل القضية اللبنانية، لأنه هم مرتبطون عضويا بالقضايا القومية، هم جزء من هذه الهوية القومية الدينية وينتمون إلى هذه الهوية القومية الدينية، فبالطبيعة رح تكون هي بالدرجة الأولى. ومن بعدها الكيان يلي أصلا انتسبوا لألو من دون قناعة، قناعاتهم الأساسية الكلية هي مع هذه القومية ومع هذه الأمة، مش مع الكيان الوليد يلي صار عمره 100 سنة أو 80 سنة أو اللي هن يعني هن قناعاتهم كليتهم بهذه الأفكار القومية، انتماء الكل للأمة الكبرى، انتماء الكل مش للوطن الصغير. برجع بقول يلي دخلوا عليه من دون قناعة، دخلوا عليه نتيجة ظروف معينة، نتيجة تركيبات معينة، نتيجة تسويات معينة، نتيجة هيك بعض الفوقيات، بعض الاتفاقات الفوقية بين بعض الشخصيات يلي حصلت، نتيجة هيك بعض الفوقيات، بعض تبويس اللحى، بعض الاتفاقات هيك السطحية يلي حصلت بين شخصيات وزعامات بوقتها، اجوا هيك ركبوا صيغة هجينة، صيغة اخترعوها اتفقوا عليها بالسالونات بين بعضهم وفرضوها على الناس، صيغة 43 هي صيغة فوقية وهي صيغة يمكن راعت مصالح زعامات واقطاعيات واشخاص وشخصيات، انما لم تأخذ بالاعتبار تنوع المجتمع اللبناني، لم تأخذ بالاعتبار طبيعة المجتمعات اللبنانية المختلفة على كل شيء، وأول اختلافات هذه المجتمعات على الانتماء، لأن التضارب الأساسي بالمجتمعات اللبنانية هو على الانتماء على الهوية. هنالك خلاف جذري وعميق وأساسي بين المجموعات اللبنانية، هيدا الخلاف مش موجود أو ما بتلاقيه بهالحدية بأماكن أخرى بالعالم. الاختلاف هو على الهوية، على الانتماء، على الولاء. اختلاف منه سطحي، اختلاف منه هيك، اختلاف على أمور بسيطة، على أمور اقتصادية أو على أمور معيشية أو على أمور حياتية عادية. الاختلاف هو على الجوهر، الاختلاف هو على ارتباط هذه المجموعات إن كان بالكيان اللبناني أو إن كان بالأمة الكبرى. في مجموعات لبنانية حتى لو لا شعوريا تعتبر نفسها هي امتداد في الداخل اللبناني للأمة الكبرى التي تنتمي إليها وجوديا وحضريا وتاريخيا وسقفيا واجتماعيا والأهم دينيا. خلاف هون بلبنان، الخلاف على هيدي القصص بلبنان، خلاف على هيدي المواضيع بلبنان، الخلاف مش أقل من هيك بلبنان. مشكلة أنه نحن صرنا 80 سنة عم نخبي أو 100 سنة عم نخبي هيدا الخلاف، ما حدا عم يطلع يعترف بالحقيقة، ما حدا عم يطلع يقول الأمور مثل ما هي، ما حدا عم يطلع يقول أنه هيدي هي المشكلة بلبنان. عم نحكي عن كل شيء إلا عن هيدا الموضوع، عم نجرب نعالج كل شيء إلا هيدا الموضوع، وعم نرقع، من رقع مرة ومن رقع اثنين ومن رقع ثلاثة، صيغة 43 والتسويات اللي صارت ب 58 وبالستينات، وتسوية الطائف بعد انفجار الحرب الأهلية، ويمكن هلأ نعمل تسوية الدوحة، ويمكن هلأ نعمل تسوية تانية، ترقيعة كل 20 30 40 50 سنة، ترقيعة وحرب جديدة ومشكلة جديدة وانفجار جديد وضحايا جديد وشهداء جديد وصراع جديد، وبعدنا عم ندور بنفس الحلقة المفرغة، بعدنا عم نلامس جوهر المشكلة اللبنانية، بعدنا عم نحكي بكل شيء مثل ما قلنا إلا بحقيقة المشكلة اللبنانية يلي هي الاختلاف بالانتماء، الاختلاف بالثقافة، الاختلاف بالتوجه، الاختلاف بأهم شيء الانتماء
المشكلة بالانتماء، المشكلة أنه هنالك مجموعات في لبنان، وهذا حقها، نحن مش عم نتهمها، نحن عم نوصف وضع وعم نجرب نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه صار لازم نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه ما بقي شيء من لبنان. هيدا لبنان يلي بنعرفه كلنا سوا انتهى تقريبا اليوم. يعني عشو بدنا نخاف؟ كنا نخاف يمكن بالأول أنه بعد في بعض، اليوم فرط البلد، يعني البلد عم بيتفكك اليوم. يعني ليه بعدنا هيك عم نخبي وخيفانين وما بدنا نحكي الأمور مثل ما هي؟ ولك إذا لعبة رياضية صغيرة بلحظة بتنفجر شعارات طائفية فيها، بتنفجر الشعارات المذهبية فيها، بتنفجر شعارات سياسية فيها. إذا لعبة رياضية يمكن أوقات بتلاقي هيدا حمل لك علم تركيا، وهيداك حمل لك علم إيران، والتاني حمل لك علم مدري مين. خلص الحقيقة هون، الحقيقة بهيدي المشكلة بلبنان. مشكلتنا بلبنان هي هون، مش مشكلتنا بلبنان يلي لازم نعترف فيها تنقدر نجرب نلاقي لها حل، أو نجرب نلاقي شي صيغة بتأمن ما بعرف إذا تماسك هالبلد أو يمكن لا. بس لازم نعترف بهيدا الموضوع، مشكلة انتماء، مشكلة هوية، مشكلة كيان لم توافق كل مجموعاته على إنشائه. بالأساس الكيان اللبناني لم توافق كل مجموعاته المكونة له أو الموجودة فيه تباعا على إنشائه، لم تقتنع به مجموعات أساسية وكبرى موجودة فيه اليوم. لهالسبب عطول برجع بعيدة وبكررها، دائما منلاقي الأولوية لقضايا الأمة الكبرى، ومن بعدها تأتي القضايا اللبنانية الداخلية. اليوم بعض الصحف وبعض الجرائد من منذ اندلاع حرب غزة لليوم، العنوان الرئيسي فيها دايما عنوان اقليمي، العناوين اللبنانية تأتي في المرتبة الثانية، رغم كل المشاكل والانهيارات يلي عم نعاني منها بلبنان. دايما بتطلع على هيدي الجرائد بتلاقي العنوان الاساسي، حتى لو كانت خفتت أوقات الحرب بغزة، بتلاقي العنوان الأساسي معني بالقضية الكبرى، من بعده العنوان اللبناني. هيدي هي التراتبية، هيدي هي الحقيقة، هيدي هي المشكلة الحقيقية بلبنان، هيدا هو جوهر الصراع بلبنان. ما بقى حدا يقفز فوق هالصراع، الصراع الحقيقي هون، المشكلة الحقيقية هون. وبمحبة أكيد نحن عم نوصف وضع، مش عم نتهم، مش عم ندين، كل واحد حقه يفكر مثل ما بده، كل واحد حقه يرتب أولوياته مثل ما بده، كل واحد حقه يكون عنده الانتماء يلي هو بيشوفه مناسب، يلي هو بيشوفه منسجم مع أنعاته، مع تاريخه، مع ماضيه، مع حضارته، مع ثقافته. نحن مش عم ندين حدا، نحن عم نوصف وضع، عم نوصف مشكلة ما بدهم يعترفوا فيها اللبنانيين. صار لهم 100 سنة عم يهربوا منها، رغم كل الانهيارات والحروب والدماء والدمار والمشاكل اللي صارت بلبنان، بعدهم عم يهربوا منها، بعدهم مش عم بيلمسوها، عم بيجربوا ما يحكوا فيها، عم بيجربوا يخبوها، مثل ما صار بانتفاضة 17 تشرين. يعني بيطلعوا البعض بيقول لك ايه لا مشكلة اجتماعية وخلونا نحط السياسي. ما فيك تحط السياسي على جنب يا حبيبي، ما فيك تحط امور جوهرية هالقد، امور اساسية هالقد، امور كبيرة هالقد، أمور لها علاقة بهوية مجتمعات، بانتماءات مجتمعات، بارتباط عضوي لمجتمعات معينة مع ثقافة أخرى. هودي ما بتقدر تحطهم على جنب. يمكن نضحك على بعضنا، منكذب على بعضنا، منخبيهم، كلنا منعرف بالغرف المغلقة شو بينحكى، كلنا منعرف بين بعضنا شو منحكي. بالمشكلة أنه يلي منحكيه بين بعضنا نحنا ما منطلع منحكيه بالعلن. الأمور الحقيقية ويلي بنحكيه بصراحة بين بعضنا ما منطلع منحكيه بالعلن. يعني ولا مرة اللبنانيين قعدوا مع بعضهم وحكيوا الأمور مثل ما هي، ولا مرة قعدوا وقالوا نحن مختلفين على هيدي وعلى هيدي وعلى هيدي وعلى هيدي. على طول بتلاقيهم هيك بيرتوا الأشياء وبيخبوا الأشياء وبيرقعوا الأشياء وبيضحكوا على بعض وبيضحكوا لبعض وبيضحكوا على بعض. ما بيسوى هيك، وحدة الحقيقة بتخلصنا. لبنان تقريبا انتهى. يعني إذا ما بدنا نقول الحقيقة اليوم بهالظرف يلي نحن فيه، أي متى رح نقول الحقيقة؟ بأي وضع وبأي ظرف رح نقول الحقيقة؟ ما في شيء غير الحقيقة بيخلصنا، ما في شيء غير الحقيقة بيخلق حل نهائي وجذري للمستقبل، لهالأجيال يلي رح تجي بالمستقبل تعيش بسلام، تعيش بأمان، ما يرجعوا يقتلوا بعضهم من جديد، ما يرجعوا يختلفوا على مشاكل إن كانت بين بعضنا أو مشاكل أخرى. نحن بلبنان اختلفنا على كل المشاكل اللي صارت بالمحيط، نحن اختلفنا بين بعضنا على مشاكل المحيط.
سترنا بقصة صلاحيات وحقوق ومدري شو، بس الحقيقة كان الخلاف بالحرب الأهلية بالأساس كان الخلاف على من مع المقاومة من لبنان لتحرير فلسطين، ومع من ومع يلي بدهم يحافظوا على لبنان ويحموا لبنان. هنيك كانت المشكلة. وعند دخول حافظ الأسد رغم أنه تغيرت المعادلة بوقتها، نفس الشيء دغدغلون بعض الأحلام لبعض الأشخاص، هيك الأحلام بخلفياتهم بلا وعيهم، كمان الأمة وغير الأمة إلى آخره. ما بيسوى، ما بيسوى بعد كل شيء صار، ما بيسوى بعد كل الدماء التي سارت في لبنان، بعد كل العنف، بعد كل العنف، بعد كل الدمار، بعد كل الحروب والمشاكل وهالشهداء يلي راحوا من كل الميدات، ما بيسوى نضل عم نخبي الحقيقة. الحقيقة هون، الحقيقة هيدي، الحقيقة هيدي. إذا ما اعترفنا فيها ما رح نقدر نحل ولا مشكلة تانية بلبنان. لازم نقول الحقيقة، حلنا نتعلم نقول الحقيقة، حلنا نعترف بمشاكلنا مثل ما هي لنجرب نلاقي لها حلول مثل ما لازم نلاقي لها حلول. غير هيك ما رح يضل حدا، رح ننتهي كلنا سوا، رح ينتهي الكيان اللبناني، ورح يدفعوا كل المجموعات اللبنانية تمن زوال هذا الكيان عن الخريطة بوقتها ما بيعود ينفع الندم.